بس بمنتهى البساطه. فارجع مره ثانيه للموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم. فاحنا عمرنا كقناه النادي الاهلي عمرنا ما هنقول مثل هذا الكلام، عمرنا ما هندخل نفسنا في هذه المتاهات، هنفضل دايما نتكلم بمنتهى الاحترام، بمنتهى الادب، بمنتهى السلوك الرياضي والاخلاق الرياضيه، لان احنا قبل ما نكون امام حضراتكم في الشاشه كلنا كنا في الملعب. انا واحد من الناس كنت في الملعب وعارف يعني ايه ملعب. فكره القدم ما فيهاش غير حاجتين، مهزوم وفائز في مباريات الكاس تحديدا. بنقول للفائز مبروك والمهزوم بنقول له هارد لك. بدون بقى ما نقول ايه، احنا ما بنتبعش هنا ولا سياسه تفويت ولا تخوين مهما حصل. ولا عمرنا هندخل نفسنا في هذا الموضوع. طيب النهارده حاجه جميله جدا حصلت في النادي الاهلي. ما خلي بالكم احنا عندنا مجلس اداره في النادي الاهلي هنا بيعمل ايه؟ بيشتغل في ملف كره القدم، وبيشتغل في ملف كره اليد، وبيشتغل في ملف كره السله، وبيشتغل في ملف كره كل الالعاب الجماعيه والفرديه. بيتم ان دايما مجلس الاداره بيحاول ان هو يخلي النادي الاهلي دائما في المقدمه في كل الالعاب. ولكن في نفس الوقت هناك اتجاه اخر، اتجاه اجتماعي وثقافي وترفيهي. اجتماعي وثقافي وترفيهي. حق حضراتكم كجمعيه عموميه للنادي الاهلي. اي افتتاح بيحصل او اي حاجه بتحصل داخل النادي الاهلي دايما بيكون متواجد فيها رئيس النادي وكل اعضاء مجلس الاداره. ليه؟ علشان حق حضراتكم كجمعيه عموميه تشوفوا اللي بيحصل في داخل النادي الاهلي، تشوفوا التطوير الكبير اللي بيحصل داخل افرع النادي المختلف. منشات النادي الاهلي امام حضراتكم، انا المفروض اسكت ما اتكلمش، ولكن وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجود الاستاذ خالد الدلندلي امين الصندوق، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، بقيه اعضاء مجلس الاداره، زي ما حضراتكم شايفين. ممكن ناس تقول لك ايه اصل دي حاجه، لا بالعكس، وجود كل اعضاء مجلس رئيس مجلس الاداره والنائب وامين الصندوق وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم متواجدين علشان يقولوا لحضراتكم ان انتوا تستحقوا مثل هذه الاشياء، سواء ترفيهي او ثقافي او انشائي او اي حاجه تانية. احنا مش شغالين في كره القدم بس، احنا مش شغالين في كره القدم بس ولا في السله بس ولا في اليد بس، لا احنا شغالين في كل ما يخص اسم النادي الاهلي. كل الافرع النادي الاهلي سواء في مدينه نصر، سواء في الشيخ زايد، امبارح كان في جوله للكابتن محمود الخطيب اكيد تم تغطيتها من قبل القناه والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، كانوا موجودين في فرع الشيخ زايد. هو ده بيحصل ليه؟ فكركم ده بيحصل ليه يا جماعه؟ عشان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. حاجه تانية، اسم النادي الاهلي في كل الالعاب وفي كل الامور وفي النواحي الاجتماعيه داخل النادي لازم يفضل دايما رقم واحد. فهنفتتح حاجه ترفيهيه للولاد الصغيرين طالما محتاجين، او للاعضاء بشكل عام طالما محتاجين حاجه وطلبات الاعضاء الجمعيه العموميه كده، اتفضلوا حضراتكم، لان ده اسم النادي الاهلي. المنطقه دي بقى بتضم ايه اللي حضراتكم شايفينها دي؟ اولا حمام امواج صناعيه، وحمام سباحه للكبار، وحمام سباحه للاطفال، وايضا غرف خلع ملابس على اعلى مستوى رجال وسيدات واولاد وبنات، غرف خلع ملابس ايضا على اعلى مستوى اولاد وبنات، وكل المناطق الخدميه اللي حوالين الموضوع كلها مناطق خدميه متطوره جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده على الجانب الاخر من الشاشه. هو ده النادي الاهلي، هو ده مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول يعمل، هو ده العمل المؤسسي بالمناسبه. كل مجلس الاداره امام حضراتكم، الاستاذ والمدير التنفيذي محمد مرجان متواجد ايضا، الكل متواجد، الكل مبسوط، الكل فرحان، واجبهم بالمناسبه. ما حدش بيعمل ده، واجب اعضاء مجلس الاداره ان هم يعملوا كده ويكونوا متواجدين في مثل هذه الامور. ولكن فرحه الاعضاء يعني انا من الصبح الحقيقه ناس عماله تكلمني بتقول لي قد ايه ان الامور دي شيء جيد جدا وحاجات حلوه جدا، والنادي الاهلي في مدينه نصر اصبح هناك امور افضل بكتير من الفتره اللي فاتت. الكل اجتهد، ما حدش، ما بنقولش على حد وحش، الكل اجتهد، ولكن
ده استكمالا للخطه الانشائيه اللي بداها او اللي وعد بيها مجلس اداره النادي الاهلي المتواجد دلوقتي. دايما وانا قاعد كابتن دايما ما بتعديهوش الحاجات دي، حاجه لطيفه جدا. حاجه لطيفه جدا من بنت مبسوطه وفرحانه والناس اتبسم والناس ابتسمت لا حاجه جميله جدا. فاللي بقوله لحضراتكم ان وعد مجلس اداره النادي الاهلي خلال الانتخابات السابقه ان هو هيعمل كذا وكذا، بيحاول على قد ما يقدر. في خطه انشائيه بدات من حوالي شهرين ثلاثه، هي بدات من اول وجود هذا المجلس، ولكن بانت ثمارها في وجود مثلا منطقه المطاعم اللي تم افتتاحها من اعتقد اقل من شهر ولا شهر ونص، تجديد سور النادي، تجديد مبنى اكاديميه الكوره، تطوير قطاع الناشئين والملاعب اللي موجوده هناك، تكييف صاله الكاراتيه، حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم واحده واحده، لان ده حقكم، حق اعضاء الجمعيه العموميه اللي حضراتكم شايفينه ده حق اصيل من حقوق اعضاء الجمعيه العموميه. وده برنامج موضوع كده، مش حد، مش مثلا حد قال يلا يا جماعه تعالوا نعمل نكيف مثلا، يتم تكييف صاله الكاراتيه، لا ده برنامج موضوع، هنعمل كذا النهارده، كذا بكره، كذا بعده، كذا السنه الجايه، السنه اللي بعدها. ده العمل المؤسسي اللي انا بتكلم بيه. فعشان كده هتلاقوا كل اعضاء مجلس الاداره موجودين. كلهم موجودين. حاجه مشرفه جدا وحاجه محترمه جدا وافتتاحات رائعه وروح او عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي، هي دي عائله النادي الاهلي. مفيش حد كذا ولا اعضاء مجلس الاداره دول بيتم انتخابهم من اعضاء الجمعيه العموميه علشان يمثلوا اعضاء الجمعيه العموميه في اللي هم عايزين يعملوه. وبالتالي كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها وكل المنشآت اللي حضراتكم شايفينها دي حاجه محترمه جدا تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا جدا جدا. رحت بصيت النهارده يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا جدا. وبالمناسبه دي حاجه مرسومه ومعموله بشكل جيد وكل حاجه، يعني زي ما حضراتكم شايفين الكابتن خطيب متواجد، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، العميد محمد مرجان موجود، الاستاذ خالد درندلي شفته من شويه ايضا، الاستاذ خالد درندلي ظهر شويه في الصوره ايضا، الاستاذ محمد، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ محمد الجرحي، كل اعضاء المجلس متواجدين، وايضا المهندس سامح مدير الانشاءات، والكل متواجد زي ما حضراتكم شايفين. مهند، الاستاذ مهند، الدكتور مهند موجود، والدكتور الاستاذ محمد سراج برضو متواجد. وبالتالي كل اللي حضراتكم شايفينه ده الجمعيه العموميه تستحق اكتر من كده. خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله سيتم استكمال بقيه الانشاءات اللي حضراتكم عايزينها او اللي مجلس اداره النادي الاهلي وعد بوجودها خلال مده تولي الفتره القادمه. في دايما حاجه اسمها برنامج انتخابي، من خلال هذا البرنامج هتلاقوا كل حاجه، كل شويه كل حاجه بتتفتح وكل حاجه بيتم افتتاحات وبتتم انشاءات جديده وكذا وكذا وكذا. وبالتالي كلنا سعداء جدا بما يحدث. انا شخصيا كعضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي سعيد جدا بما يحدث من طفره انشائيه داخل النادي. ان شاء الله خلال الفتره القادمه هنجد حاجات افضل وافضل وافضل. كابتن محمود الخطيب قال الافتتاح المنطقه الترفيهيه اليوم بفرع المدينه، بفرع مدينه نصر، ياتي ضمن الخطه الانشائيه التي اعتمدها مجلس الاداره ويعكف على تنفيذها منذ توليه المسؤوليه في 30 من نوفمبر 2017. تهدف هذه الخطه الى وضع النادي الاهلي في المكان التي يستحقه وتقديم افضل الخدمات التي تليق باعضاء الجمعيه العموميه. اضاف ايضا الكابتن خطيب خلال كلمته في افتتاح المنطقه الترفيهيه ان النادي الاهلي وجماهيره واعضائه يستحقون هذه الطفره التي تحدث على كافه المستويات الرياضيه والاجتماعيه والانشائيه. ايضا اكد الكابتن خطيب ان الفتره القادمه سوف تشهد المزيد من الانجازات على مختلف الأصعدة بما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهير وأعضاء النادي الأهلي. قال أيضا الكابتن خطيب علينا أن نفخر بنادينا العريق
خاصة بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا على كافة المستويات، وأن الفترة القادمة تشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات. كلام محترم جدا. زي ما قلت لحضراتكم، الناس كلها متخيلة أن مجلس الإدارة بينشغل فقط في كرة القدم، أو النهاردة أصل إيه لسه بنشوف المدير الفني وهيجي إمتى والكلام ده كله. لا، دائما اسم النادي الأهلي بيشمل كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، بيشمل الكورة وبيشمل طبعا الكورة هي من أهم الأشياء وهي أهم حاجة، ولكن هناك ألعاب أخرى وهناك ألعاب جماعية أخرى. النادي الأهلي دائما مطالب أنه يكون في المركز الأول، هناك أعضاء للجمعية العمومية يستحقوا أو لازم يبقوا شايفين أن اسم النادي الأهلي ده الأول في كل المجالات، في كل المجالات حتى في النواحي الإنشائية. زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا، وعروض أمام مجلس الإدارة، وبنات زي الفل صغيرين، يعني حاجة جميلة جدا جدا. وانتظروا بقى خلال الفترة القادمة، زي بناء على كلام كابتن محمود الخطيب قال إن إن شاء الله هناك الفترة القادمة تحركات لإسعاد كل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات. خدوا بالكم من الكلام، خدوا بال حضراتكم من الكلام، تحركات جديدة لإسعاد أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي. جماهير النادي يعني أعضاء الجمعية العمومية دول اللي هم الناس اللي دايما أو الأعضاء اللي موجودين ويستحقوا هذا التطوير الإنشائي اللي حضراتكم شايفين. جماهير النادي بقى اللي هم بالملايين ورا النادي ده في كل حتة، في كل بقى الألعاب وفي كل حاجة، اللي ليس له حق دخول النادي ولكن بيبقوا في كل حاجة بيشجعوا اسم النادي الأهلي. فلازم النادي الأهلي يظل دائما الأول، أو إحنا تعودنا على كده. ما هو مش لازم، مفيش حاجة دايما بنسبة 100%، ولكن الكل بيحاول أن يجتهد، الكل بيحاول أن هو يعمل كل ما في وسعه ليظل دائما النادي الأهلي في مقدمة الأندية، مش في المجال الرياضي بس، ولكن احنا زي ما حضراتكم شايفين كل فترة كده، كل أسبوعين ثلاثة، كل شهر، كل على حسب الإنشاءات ما بتخلص، بنوري لحضراتكم قد إيه إن هناك طفرة إنشائية كبيرة جدا بتحدث داخل النادي الأهلي. من كام أسبوع ورينا لحضراتكم منطقة المطاعم، حاجة مش للناس اللي بتروح، لأعضاء الجمعية العمومية اللي بيروحوا النادي الأهلي في مدينة نصر هيعرفوا الطفرة اللي حصلت هناك في منطقة المطاعم. الناس بقى الجمعية العمومية، أعضاء الجمعية العمومية اللي هيروحوا بعد كده هيعرفوا قد إيه الطفرة اللي حصلت بعد افتتاح هذه المنطقة الترفيهية. قبل كده زي ما قلت لحضراتكم حاجات كتيرة جدا حصلت وهنعددها لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية، ولكن دائما الكل مشغول ليس فقط بالرياضة وليس فقط بكرة القدم وليس فقط ببقية الألعاب، ولكن باسم النادي الأهلي. الكل مشغول بأن يتم أو يظل دائما اسم النادي الأهلي في المقدمة، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، كل الألعاب الرياضية، أو حتى في النواحي الإنشائية. والإنشاءات بالمناسبة مش في فرع واحد، لا، أو مش في نادي أهلي فرع في مدينة نصر فقط، أو في نادي أهلي الجزيرة فقط، أو في نادي أهلي الشيخ زايد فقط، لا، الإنشاءات في الثلاث فروع أو في الثلاث نوادي، النادي الأهلي مدينة نصر، أنا بحبش أقول فرع الحقيقة، ولكن النادي الأهلي مدينة نصر والنادي الأهلي الشيخ زايد والنادي الأهلي الجزيرة، الثلاثة دول أو الـ كلهم فيهم إنشاءات جديدة. فربنا يكرم إن شاء الله وخلال الفترة اللي جاية يقدر مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يسعد أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي الاثنين إن شاء الله خلال الفترة القادمة. دايما الواحد بيبقى سعيد.